مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه، والبدايه باخبار مشاركه فرقنا في المسابقات الافريقيه الويكاند هذا. خلينا نبداو الساعه باخبار يخص جماهير الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي التونسي، حيث رفضت الكاف الطلب اللي كانت قدمت به اداره الترجي الرياضي التونسي للاتحاد الافريقي لكره القدم من اجل السماح لها باستغلال المدارج المنعرج الجنوبي الفيراج سود وحتى الفيراج نور وقتيا في مباراه المريخ السوداني اللي تتلعب نهار 6 ذي. الكاف نذكروا كونه طلبت من الترجي الرياضي التونسي كونه الفيراج الكل يكون فيه كراسي، والا لن يقع التاهيل كونه الهومولوغاسيون تكون موجوده وبالتالي ما ينجموش يستعملوه. الترجي الرياضي التونسي بعد اجتماع كان صار ما بين رئيس الترجي ووزير الشباب والرياضه، كان التزمت وزاره الشباب والرياضه بكوني تتخذ كل الاجراءات من اجل تركيب الكراسي في اقرب وقت، واقرب وقت هذا باش يكون نورمالمون قبل مباراه الزمالك المصري اللي تتلعب يا اما 24 او 25 فيفري، وبالتالي مباراه المريخ ما فيهاش كراسي. الترجي عمل مراسله للكاف وطلب زاد من التدخل من رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم لدى الكونفدراليه. في الاخير كون القرار هو كون الكاف رفض الطلب هذا، وبالتالي ماتش المريخ باش يكون دون الحضور الجماهير في الفيراج سود ونور في ملعب حمادي العقربي برادس. مادام حكينا على المسابقات الافريقيه، تم اليوم التعرف على حكام مباريات الترجي والاتحاد المنستيري في زوج مسابقات في رابطه الابطال الافريقيه. ليفوار ابراهيم كاليلو تراوري هو اللي باش يدير مباراه الترجي ضد المريخ اللي كما قلنا تتلعب نهار السبت 5 نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيراتس. في كاس الكونفدراليه كاس الكاف البنيني جيندو لويس سيدير مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري ضد يونغ افريكانز التنزاني، مباراه تتلعب نهار الاحد 12 فيفري 5 نتاع العشيه في نفس الملعب يعني ملعب حمادي العقربي بيراتس. أعلنت الرابطة المحترفة الوطنية لكرة القدم عن تعيين مباراة الملعب التونسي ضد اتحاد تطاوين في ملعب مصر بن جنات بالمنستير. التعيين هذا يجي في بعد القرار اللي كانت اتخذته لجنة العقوبات في الرابطة بتسليط عقوبة 3 مباريات دون جمهور في ملعب محايد ضد الملعب التونسي بعد أحداث مباراة الإتوال، وهكا يولي البروجرام كامل متاع الجولة الأخيرة الجولة الحاسمة من المرحلة الأولى من الشامبيونات. كما قلنا المباريات هذوما الكل يتلعبوا نهار الأربعاء مساء ساعتين. كما قلنا الملعب التونسي يواجه الاتحاد الرياضي بتطاوين في ملعب مصر بن جنيد بالمنستير. في حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يواجه الامل الرياضي بحمام سوسه، وباش تكون هذه المباراه الوحيده المنقوله على قناه الكاس. الملعب الاولمبي بسوسه لطوال يواجه السي ا بي في ملعب الطيب المنيري، مباراه مهمه جدا تجمع النادي الرياضي الصفاقسي بالهلال الرياضي الشابي. في المجموعه الثانيه في ملعب بيجا الاولمبي البيجي يستقبل النادي الافريقي، في ملعب احمد خواجه بالمهديه المستقبل الرياضي بالرجيش يواجه ليو اسمو، في ملعب سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد يواجه النجم المتلوي، وفي بنجردين الاتحاد الرياضي بنجردين يواجه المستقبل الرياضي بسليمان. أعلن نادي أفكا زالجاريس الليتواني اليوم الاثنين عن إتمام إجراءات ضم المدافع التونسي نسيم هني دون الكشف عن مدة العقد، سيكون الفريق الليتواني هو السادس محطة يلعب فيها اللاعب نسيم هني. نسيم هني 25 سنة كان لعب في ترجي جرجيس في السياسيس في آيك أثينا اليوناني السيلي القطري وأولمبيك خليبقة المغربي، واليوم ينضم إلى أفكا زالجاريس. والنادي هذا كان أحرز لقب الدوري الليتواني الموسم الفارط وهو العاشر في تاريخه في انتظار انطلاق الموسم الجديد بداية من شهر مارس القادم. خارج تونس، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل مباريات البطولة اللي كان من المقرر إقامتها اليوم بعد ما قررت زادة وزارة الشباب والرياضة التركية على إيقاف وتعليق كل الأنشطة الرياضية إلى إشعار آخر بسبب الزلزال اللي ضرب جنوب تركيا واللي خلف آلاف الضحايا والجرحى. مادام حكينا على الزلزال، الحمد لله مرتضى بن ونيس لاعب قاسم باشا وعادل بالطيب لاعب عمرانيا سبور الزوز لاباس، وتأكدنا في اتصالات معهم هوني من موزايك كونه لاباس. في المقابل مازال البحث متواصل على حارس مرمى مالاتيا سبور احمد ايوب والغاني كريستيان اتسو لاعب تشيلسي وايفرتون ونيوكاسل سابقا. اللاعب الغاني مازال مفقود، هو يلعب في هاتاي سبور، تم تحديد مكانه ولكن مازال ما تمش انقاذه. وايضا من مخلفات الزلزال في سوريا الاعلان عن وفاه اللاعب المنتخب السوري نادر جوخادار الجراء الزلزال هو وابنه. بعد اليوفي فريق مانشستر سيتي مهدد هو ايضا بسحب النقاط وعقوبات اخرى قد تصل الى انزال النادي الى الشامبيونشيب. السبب هو خرق قواعد الفير بلاي فينانسي، 113 مخالفه تم تسجيلها ضد مانشستر سيتي في الفتره الممتده ما بين 2009 و2018. تقرير هذا عملته البريمير ليج بعد 4 سنوات من التحقيقات، وفي برشا خروقات كما قلنا 113 مخالفه، اهمها من بينها بليتو مش اهمها هو مثلا طريقه الانتدابات كيفاش يخلصوا في الانتدابات.
انتدابات اللي كونترا سبونسور عقود استشهار، وزاد ثم مخالفه كبيره برشا تم تسجيلها في خصوص عقد المدرب روبرتو مانشيني اللي كان درب نادي مانشستر يونايتد في الفتره الممتده ما بين 2009 و2013، لقاو كونه السالاريات نتاعو الجرايات نتاعو مش كلها تخلص من حساب البنكي نتاع النادي، لقاو ثم حسابات اخرى يخلص منها، وهذه واحده من المخالفات الكبيره. بيب غوارديولا قال انا سالت مانشستر سيتي مره على المخالفات، هل بالفعل الاتهامات اللي تم توجيهها لكم صحيحه ولا لا؟ قالوا لي لا. انا اليوم اذا كان ثبت كونه ثم يكذبوا علي يعني المسؤولين نتاع مانشستر سيتي، فانني ساغادر فورا تدريب فريق مانشستر سيتي الانجليزي. أعلن الاتحاد القطري اليوم عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب لمنتخب قطر خلفا للإسباني فيليكس سانشيز اللي غادر منصبه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022. كارلوس كيروش تجربة كبيرة الحقيقة، كان درب الإمارات، أفريقيا الجنوبية، إيران، كولومبيا، المنتخب المصري، زاد كان لجوان في مانشستر يونايتد، وكان مدرب في ريال مدريد، وكان وصل لنهائي كأس أفريقيا كان الأخرانية مع المنتخب المصري، قاد منتخب إيران في 3 كؤوس عالم 2018 2022. منتخب البرتغال زاد قادوا في كأس العالم 2010، وكان فاز بكأس العالم لأقل من 20 سنة نسخة 1989 مع منتخب البرتغال وقت اللي تلعبت في العربية السعودية. نختم بالنتائج خارج تونس. في الدوري المصري الزمالك كان هزم ضد فاركو 3-0، سيف الجزيري لعب مباراة كاملة، حمزة المثلوثي غائب للإصابة، وعزمي غومة كان جلس على بنك احتياط فاركو طيلة المباراة. في الشامبيونشيب الجولة 30 فيغان أتليتيك يواجه حاليا فريق بلاكبورن روفرز، والنتيجة بعد 55 دقيقة دون أهداف لهمنا في المباراة هذه، وكانوا عمر رقيق أساسي مع فريق ويغان. وفي الكويت العربي الكويتي يحرز السوبر اللي هو كأس الأمير بعد مباراة انتهت بالتعادل زوز بهدفين لهدفين، وتم الالتجاء لضربات الجزاء وفاز العربي الكويتي في المباراة هذه. اللي همنا زاد في المباراة هذه وكانوا بسام صرار في كان زل في دقيقة 67، وكان صاحب لاسيست في دقيقة 106 اللي عدل به فريق العربي الكويتي النتيجة قبل ما يمشي لضربات الجزاء ويفوز، وهكا يحقق بسام صرار في أولى ألقابه مع فريق العربي الكويتي. خلينا نختم بمقية الأهم النتائج في السيريا. إلاس فيرونا تعادل مع لاتزيو هدف لهدف 68 دقيقة ما بين سامدوريا ومونزا، وسامدوريا متقدم في النتيجة أمام مونزا بهدفين لهدف. وفي الليغا رايو فاليكانو متقدم بعد 55 دقيقة على ألميريا بهدف لصفر. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تقاوم على موقعنا موزايكا فام.net.